ولا فزت ولا مره مطبخ ولا فزت والله جابتها مره ولا اظني راح افوز انا عارف ليش اني ما راح افوز ما انت عشان عصبت تبدا ما يا اخي انا ما يا اخي انا ما عصبت انا ما يا اخي ما نمت انت اليوم ما نمت عشان من ثلاث ساعه من ثلاث ساعه واحده ما نمت شوف المره اللي فازت يوم خسرنا احس بحراره في راسي شوف انا اقول الحق يوم خسرت ذاك اليوم والله اني ملومه دجاج تقسم مثلها تقول سليق لكن والله لكن ما لكن تخيل جالس اكل هنا تك من سده نقنقه الزبده طول العمر ويجي لي فجاه يلا 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 حتى خويي ما عرفته منهم يقول تعرفت على خوي يقول تعرفت على خويك في المطبخ بالمطبخ يا ولد هلا حياك الله يا ولد معي ايماك يلا ولد احنا فين وانتم تعرفوا انتم مين واحنا فين والله وضعي كذا انت عاوز ايه دلوقتي وكانوا معي ناس ما علموني مشكله انت عاوز ايه انت بالوطن انت عاوز ايه دلوقتي روح علمني اللي بالمطبخ كان ضدي عارفين انه ضدي ولا علموني هنا بس وانا اروح اصحي كورنس اوه انت ما كورنس صلاة جت القرى عليه كورنس كورنس طلع يقول طب انت حلاهم عليك يقول انت حلاهم قلت كورنس قبل ما اطبخ ها ما ادري ايش السالفه كنت ما اطبخ قبل لا معلوم رحت لخبط وجاء على طول حتى يده وشطف وجهه بس بسرعه مشان يا ولد والله شوف جايتنا هناك طريه يمكن اكثر من كذا ماشي جزاتنا والله على طرف الشيف صح؟ ما ادري الله طرف الشيف بقيم طرف الشيف لا 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 ما تقيم عبد الرحمن لا لا ما تقيم خلاص طبخ والله حلو قفل عن الموضوع والله حلو خلاص اسمع شهادة انت ايش فيه؟ منك خواف خواف انت يا رجال فقرة فقرة بدال الفقرة فقرة لا لا بس والله فقرة حلوة المطبخ يا رجال اي حلو زيت وكشنة وبصل الدنيا قدر احرقني انا والله انا اخويا بحالي هناك طالع على الاستراحه اللي فيها تري وشو اسمع عشان وشو يا رجل تدري وش يطالبون عليه وش يطالبون عليه اقسم بالله يطالبون يقول احمد لا ينظف معنا ولا يطبخ معنا ولا يغسل العيال جايب لك معي اللي بحالي لا يقول دائم ويوم مره وصلني علمهم ايش يقولون يا اخي احمد ما حد ينظف يا حظي قاعد يشوفوني اترك صحوني يا اخي وناس كانوا قبل اذا تغديت معهم يقومون اخر واحد اقوم انا ليش عشان اشيل الصحن وانظف على انه وش هو يلا اخر واحد يقوم يشيل السفره ويغسل الصحن والله يطول عمر جلسك على الصحن واكل 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 لين اقول بس فهمتني طب اقول لا شيء ولا شيء ليه طيب وين التعاون مع الاصحاب لا رجال انا رجال من قالك تطبخوا تعاون الفزعات تعاون ما هو بصحن لا والله حتى الصحن عادي شو المشكله يا رجل يا رجل احس بحراره براسي من كثر ما انا ابغى انام لا والله احمد كنت بسالك سؤال لا واضح انك مشغول خلاص قدامك مشغول خلاص والله يا انك مشغول اسال اسال وتلقى الجواب اهلا يا مزور هلا يا هلا ها شنو اكلك هون وي راو قبل يروح يسار يمين احبك زلزل ها اسمعك ما